استاذ ايهاب الكومي. يا دكتور ايهاب، اولا مساء الخير. تم الاحتجاج الرسمي على جسامه؟ الحمد لله على السلامه الاول يا احمد بيه. الله يسلمك يا دكتور. اتفضل. يعني النهارده احنا من الساعه 12 احنا موجودين في اتحاد الكوره، الاستاذ جمال علام كان معاه الكابتن عصام عبد الفتاح. تمام. احنا ما اكتفيناش فقط بالاحتجاج الرسمي على بكاري جسامه، لكن كمان احنا بعتنا سيدي هيئه كامله لاخطاء الحكم في مباراتنا مع السنغال المباراه الماضيه. تمام. عفوا، في المباراه الماضيه عملنا نيجيريا. طبعا لا، مع نيجيريا، لا مش نيجيريا، مش انا المغرب، عفوا المغرب، معلش انا اسف، مع المغرب. كل اخطاء الحكم السنغالي اتقطعت النهارده وعلى سيدي هيئه، وتم استلام من خلال الاتحاد المصري بعد ما كان في اجتماع للجنه الحكام النهارده، عرضنا فيها كل الاخطاء اللي وقع فيها الحكم في مباراه كم خطا رصدتهم لحكم ماتشنا امام المغرب؟ ده كتير، يعني اكثر من 12 خطا تم رصدهم. تمام. وبالتالي قلنا ان تعيين بكاري جسامه في المباراه القادمه، وهو له صولات وجولات مع الفرق المصريه ومع المنتخب المصري، ما فيش حد يقول لي لا انتوا صعدتوا معاه في مباراه الكونغو لما صعدنا لكاس العالم روسيا 2018، لكن هو ليه صولات وجولات مع الفرق المصريه كثيره جدا. ومعلش احنا اسفين، يعني من الحكام غير قادرين بالثقه عند الجمهور المصري على وجه الاطلاق. وبالتالي كان النهارده الشكوى الرسميه والاحتجاج الرسمي اللي تم ارساله لسكرتير الاتحاد الافريقي لكره القدم، وبدوره سكرتير الاتحاد الافريقي هيرسله للجنه الحكام. احنا النهارده حتى اتكلمنا وقلنا لابد ان يكون هناك ضغط من جميع وسائل الاعلام المصريه، ويتم يعني ارسال هذه الرسائل الى الاتحاد الافريقي لكره القدم، ان الجماهير في مصر غاضبه، ان المسؤولين في مصر كلهم غضبانين من تعيين مثل هذا الحكم اللي هو غير جدير بالثقه عند الجمهور المصري. نمره اثنين، يعني زي ما حضرتك قلت، فيكتور جوميز موجود فين؟ يعني كان جدير ان هو يدير مباراه زي ديت. عندنا الحكم الجوتيمالي اللي كان رشح لاداره هذه المباراه وبالتالي لقناه رحل عن الكاميرون، فدي كلها بعد تصريحات صامويل ايتو اللي حضرتك عرضتها، دي كلها تثير شكوك في نفوسنا كلنا كمصريين، كاتحاد كوره، كمسؤولين. وزير الشباب والرياضه النهارده كان على اتصال دائم بالاستاذ جمال علام، واحنا قاعدين اكثر من مره شفنا تسريبات ايضا بان مدحت محمد صلاح للاسف قالوا ان هي ايجابيه، واحنا في نفس الوقت كان بيجي لنا التاكيد من الاستاذ خالد الترندلي ومن ذات اللي هو مشهور ان الحمد لله العينه الرسميه النهارده جاءت سلبيه لكل افراد المنتخب المصري. عاوز اقول لحضرتك التعنت يعني شديد جدا من الجانب الكاميروني النهارده. المفترض ان احنا بنعمل مسحتنا، قلنا هناخد معمل من الكاميرون قبل ما نعمل المسحه الخاصه بالاتحاد الافريقي. رفضت كل المعامل اللي موجوده في دوله الكاميرون ان هي تجري المسحه للمنتخب المصري، على الرغم ان في معمل من المعامل وافق ووصل المسحه الواحده للاعب الواحد ب 180 دولار، وافقنا، ولكن في الاخر جت الاوامر لا، ممنوع اجراء اي مسحه للمنتخب المصري. لكن الحمد لله. يعني ايه ممنوع؟ يعني المعامل احنا معانا المساحات الخاصه. كنتوا بتعملوها ازاي من الايام اللي فاتت؟ لا، احنا موجود مساحات خاصه بالمنتخب مع طبيب المنتخب بتجرى يوميا. لكن احنا قلنا برضو الرسمي، انا بتكلم عن الرسمي. ايوه تمام. بتبقى تبع الاتحاد الافريقي. تبع الاتحاد الافريقي. قلنا قبل ما نعملها تبع الاتحاد الافريقي نشيك من خلال معمل وسيط يتبع الدوله الكاميرونيه. لكن للاسف الشديد النهارده الامور يعني بتسير مش عارف عاوزين ايه بالظبط. انا بقول دايما ان هي مباراه في كره القدم. صح. بتجمع منتخبين كبيرين، منتخب المصري سيد القاره الافريقيه 7 بطولات وفي طريقه ان شاء الله الى البطوله الثامنه، لكن المنتخب الكاميروني من المنتخبات الكبيره في القاره الافريقيه. كنا نتمناها من نجم كبير بحجم صامويل ايتو ان هو يعني يدعو الى السمو بالاخلاق، وان كره القدم هي اللي ترسخ مبادئ الصداقه والاخوه والمحبه ما بين الشعوب وما بين ايضا. ما حصلش احتجاج رسمي على كلام ايتو. لا يعني هو احتجاج رسمي، يعني بلاش ندخل في الحته مع حضرتك عادي، هو ده تصريح من رئيس الاتحاد الكاميروني. لكن انا احتاج رسميا لما الاتحاد الافريقي عين لحكم مسار شك عند الجميع، لازم ان انا احتاج رسميا. طيب. أحتاج